اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده متنوعه مع قدوم الشتاء والجو البرد، ولادنا رايحين على المدارس، جوزك رايح على الشغل، بالتاكيد كل واحد له ذوق في الاكل. البعض بتحب الاكلات الشتويه زي الشرب مثلا المتنوعه، فالنهارده نعمل شوربه لطيفه وجميله، شوربه البروكلي. هنشوف نعملها مع بعض ازاي، ممكن نضيف لها جبنه او ما نضيفلهاش حسب الرغبه، او كريمه لباني اختياري، المهم ان هي هتكون دسمه النهارده. معانا كمان جوانح الدجاج، جوانح الفراخ النهارده هنعملها بطريقه جديده بالعسل والليمون. كلنا عارفين مشروب عسل وليمون الصبح كده لطيف وجميل، فيتامين سي، والعسل طبعا مش محتاجين نتكلم عنه، قيمته الغذائيه عاليه جدا. المفاجاه النهارده معانا نوع محشي، والشتاء يحب المحاشي، الكرنب في مناسبه الشتاء دايما متواجد، والخاص البلدي بتاعنا، فمحشي الكوسه النهارده باللحمه والبرغل، حاجه جديده، دايما في علاقه قرب ما بين الرز والكوسه، فانا هعمله النهارده بطريقه جديده بالبرغل مع لحمه مفرومه، نشوف ايه التركايه مع الطماطم. الاطفال الحلوين دايما لهم هديه معايا، اكله بيحبوها الشيبسي، كلنا بنشتريه من بره، هنعمله في البيت النهارده، ولكن هنعمله بالجبنه الشيدر. نشوف ازاي نقدم لاولادنا نوع من انواع البطاطس يسمى الشيبسي، مشهور في بعض السوبر ماركات، هنعمله بطريقه جديده النهارده ونقدم معاه جبنه شيدر. تفاصيل كتيره في الحلقه، فيها شغل كتير بما ان احنا راجعين من اجازه وعايزين نشتغل شويه شغل حلوين كده، وفي متطلبات كتيره على السوشيال ميديا عشان تعرفوا معانا، ممكن في اجازه بس بنتابع السوشيال ميديا ونعرف طلبات حضراتكم وبننفذها مباشره عشان احنا هنا نرضي حضراتكم. تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، نشوف مع بعض خط سر الحلقه مع بعض ازاي. بعون الله هنعمل كام اكله مع بعض في التايم بتاعنا اللي هو مسموح لينا. طبعا المخرج معايا معاك 20 دقيقه 30 دقيقه، هنبدا طبعا بالاكله اللي بتاخد وقت كبير زي الكوسه المحشيه بالبرغل واللحمه. كوسه معانا طبعا قبل ما نقورها ونخلي شكلها حلو، ومعانا لحمه مفرومه، ومعانا برغل. استخدامنا للبرغل دايما في المطبخ المصري قليل جدا، اخواننا الشوام بيستخدموه في حاجات كتيره، برغل بتفين، التبوله بتاخد برغل، كوبيبه بتاخد برغل، اي نوع من انواع الكفته ممكن تاخد برغل، البرغل بيستخدم في حاجات كتيره قوي اللي هو مشتقات القمح. والمقادير على الشاشه، كوسه وكمان لحمه مفرومه وبرغل وبصل وتوم والتوابل بتاعتنا والكزبره وزي الفل. تعالوا مع بعض نشوف هنشتغل فيها ازاي مع بعض بطريقه سهله وبسيطه، وهعلمك تعملي محشي كوسه بطريقه جديده. اول حاجه البرغل يتغسل مره واثنين وثلاثه، وبعدين يتصفى بمصفى ناعمه عشان البرغل غير الرز ممكن يسقط منك من المصفى. اهو ده برغل بالشكل ده كده، اهو مخرجنا الجميل اساتذه المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري، اهو برغل اتغسل مره، ده استخدمنا على فكره ممكن يتاكل ني زي ما هو كده، والدليل على كده بنستخدمه دايما في طبق التبوله بيبقى ني. برغل بالشكل ده كده حلو قوي، ده البرغل اللي بنستخدمه في الكوبيبه عادي، اللي هي الكبه عباره عن لحمه مفرومه وبرغل وبصل وشويه بهارات، وبنطحن كل ده مع بعض، وده عجينه الكوبيبه. ناخد اللحمه المفرومه بتاعتنا، اللحمه نيه ولا مستويه يا شيف؟ لا هتبقى نيه، لحم ضاني او كندوز زي ما انت عايزه حسب الرغبه. حلو بالشكل ده كده، كميه اللحمه برضو اختياري، ممكن 250 جرام من اللحم المفروم على نص كيلو برغل، والعكس ممكن نص كيلو لحمه مفرومه على 250 من الجرام من البرغل، وهكذا. موضوع نسب اللحمه مع الرز مع البرغل اختياري. بنحط شويه خضره من البقدونس، في علاقه قرب ما بين البقدونس والبرغل، جايه من التبوله، ده بقدونس مفروم. معانا بصلايه ناعمه، دي الحشوه بتاعت الكوسه مختلفه النهارده، اعملي كوسه بطريقه جديده لاولادك واسرتك. فص ثوم مفروم ناعم، معلقه هريسه حلوه، دي كل الخلطه مع بعض قدام حضراتكم على الشاشه. شويه زيت زيتون والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وبابريكا، بالشكل ده كده، زيت زيتون، ممكن نحط بدل الزيت ده سمنه او زبده حسب الرغبه اختياري برضو. بهارات بتاعتنا شويه فلفل،
شوية ملح، وفي الكوسة دايما تخلي الملح بالسالب، لو احتاجت نزود، إنما لو زيادة هنعمل إيه؟ هنفتح حبات الكوسة ونحط فيها ملح؟ ما ينفعش. كده التوابل مع بعض زي الفل تمام. هقلب الخلطة دي كلها مع بعضيها. تاني، الخلطة دي عبارة عن إيه يا شيف؟ إحنا شطار في حشو الكوسة وشطار في عمايل المحشي، إحنا المصريين العالم كله بيشهد لنا، المحشي الكرنب بتاعنا ومحشي ورق العنب، محشي السلق، محشي الخس البلدي، جت أيامه الحلوة. معايا برغل غسلته مرة اتنين تلاتة، حطيت عليه لحمة مفرومة ضاني أو كندوز اختياري، حطيت التوابل بتاعتي ملح وفلفل وبابريكا، حطيت طبعا بصلاية ناعمة وفص توم حلو والبقدونس اللطيف الجميل، وكل ده مع بعضه قلبتهم كده. محتاج ان انا اتدخل بيدي اهو عشان تبقى عجينة حلوة كده. واهم حاجة بقى تقوير الكوسة. امهاتنا ربنا يديهم الصحة ويطول في عمرهم، واللي توفاهم الله ربنا يرحمهم يا رب ويرحمهم جميعا، علمونا ان احنا نقور الكوسة ازاي. شفتوا بقى ازاي بقول علمونا؟ خلي بالك. شفت الحشوة دي؟ اهي برغل ولحمة اهي، ده الجديد وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى، ده الجديد النهاردة. لحمة مفرومة، برغل، والمقادير على الشاشة تاني كمان مرة بعد إذن الإخراج الجميل وفريق العمل، لأن الطبق ده طبق جديد وشتوي، أكل الشتاء مختلف شوية غير الصيف. كوسة محشية، برغل ولحمة. هناخد الكوسة بعد ما نقورها بالشكل ده كده، ودايما لما تقوري الكوسة تحطيها في محلول حامض. عيني هنحط الكوسة عيني وعلى فكرة دلوقتي في السوبر ماركات الكبيرة بيبيعوا الكوسة متقورة جاهزة، يعني في ناس برضو ده مدخل رزق ليهم، بنوجه لهم تحية تقدير واحترام ان هي تقور الكوسة، تقور البتنجان، المحاشي، بتتحط في طبق لطيف وجميل. بس انت لما تقوريها حطيها في محلول من المية والملح والنعناع اليابس، تقوم حبات الكوسة تشرب من البيون ده كده وتبقى لطيفة وجميلة. هنحشيها مع بعض كده مع بعض. البرغل غير الرز، البرغل مش محتاج مساحة كبيرة يفرد عضلاته، حبات الرز غير البرغل. فتحشيها للآخر. بالشكل ده كده. عندنا طاسة على النار شديدة الحرارة، ادي الكوسة اهيت بنحشيها، ونحط الطاسة دي كده على النار. نحشي كده مع بعض. وعملت محشي، جايلك ضيوف تعملي نوع محشي على السفرة. الشتاء والسفرة بتاعتنا في أيام الشتاء لا تخلو من المحاشي، سواء الكرنب سيد المحاشي كلها، او ورق عنب، او كوسه محشيه، محاشي مشكله، محشي خاص بلدي. الله يرحمك يا امي، والله العظيم ما اكلتوش من بعد ما توفاها الله، والله العظيم. شوفوا كام سنه. كانت تجيب الخاص البلدي ده، تجيب الورقه بتاعته الحلوه العريضه، يا سلام، وتحشيه مع الكرنب. كنت اقعد بقى ايه انقي بقى فين ورقه الخاص المحشيه، بموت فيه ده. واتعمل كده بالسمنه بيبقى لطيف وجميل، او بزيت ذره يبقى حلو قوي. دي كوسه اهي زي الفل. والمقادير تاني على الشاشه للساده المشاهدين وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه في انحاء العالم. كوسه قورناها جاهزه، بنوفر على حضراتكم الوقت، وقتنا من ذهب على الشاشه. وخدنا لحمه مفرومه ضاني او كندوز اختياري، برغل غسلناه مره اتنين تلاته، صفرناه بصفه ناعمه غير الرز، وبعد كده حطيناهم على بعض مع توابلنا، بصل وتوم والبهارات بتاعتنا، ملح وفلفل وبابريكا وقليل من الهريسه الحلوه او الفلفليله الحلوه. اسمها فلفله حلوه او هريسه. حشينا الكوسه كويس قوي. خلي الورده دي كده، طاسه على النار، ونحط في الطاسه دي يا عم الشيف معلقتين من زيت الزيتون مع قليل من الزبده عشان نحمر الكوسه قبل ما نعرفها على الطماطم. عنوان الاكله بتاعتنا كوسه محشيه بالبرغل والطماطم. ادي زيت الزيتون في قلب الطاسه، وناخد معلقتين من الزبده يا عم الشيف. الله. واخد الكوسه ارصها هنا كده في قلب الطاسه. اللهم صل على النبي. تحميره. عشان بعد كده هتترص في صينيه وتتحط في الفرن مع صوص طماطم. كانك بتحمري ايه؟ بكاتا. كوسه لطيفه، قيمه غذائيه عاليه جدا، مفيده للقلب، بنت عم القرع، واكلات القرع معروفه، القرع البلدي، اتعمل محشي او اتعمل يخني، لطيف وجميل. هنا الكوسه بتتحمر مع بعض، وتخليها تتحمر كده على ما نشوف ايه اللي ورانا تاني. مع تحمير الكوسه خلينا نشتغل في الطبق التاني اللي هي جوانح الفراخ. هنعملها ازاي؟ مشويه بالعسل والليمون. المقادير على الشاشه يا استاذه ريحان بعد اذنك.
الاكل كله مع بعضه كده عشان السفره بتاعتنا تطلع مره واحده. المقادير كالاتي: عباره عن جوانح فراخ معانا عسل، ويجعل ايامنا كلها عسل ان شاء الله، حلو قوي، ومعانا عصير ليمون جاهز، والتوابل بتاعتنا ملح وفلفل وبصل وتوم زي الفل على الشاشه. همت يا شباب، المقادير بساطه، سهوله، مرونه، تقدري تعملي طعم باكل تاني خالص. معانا جنزبيل بودر او طازه، وايام الشتاء يتواجد الجنزبيل الطازه في اي محل بتاع خضار، ومعانا زبده وملح وفلفل وتوم. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. اهم حاجه وانت بتشتري جوانح الفراخ من عند الراجل الفرارجي تجيبها بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده، او انت بتجيبي فراخ بتشيل الجوانح واحد ورا التالي ورا التالي، تجمعي لمده اسبوع 10 ايام شويه حلوين تعملهم لاولادك مع الباربيكيو صوص او مع المشويين زي ما انا هعملهم دلوقتي بالعسل والليمون. الكوسه بتتحمر على النار، اللهم صل على النبي. نشتغل في الجوانح، هناخد الجوانح دي نتبلها عشان هندخلها الفرن في صينيه ودرجه حراره الفرن عاليه معايا اهو، اللهم صل على النبي. هتحط عليها عسل وليمون وتدخلها الفرن يا شيف؟ لا طبعا، ده يتعمل صوص دلوقتي جانبي اهو. ادي جوانح الفراخ مع حضراتكم كده واحده واحده اهو، اللهم صل على النبي. انا بعشق الاكله دي، بعد ما بتستوي بتبقى لطيفه وجميله كده، الواحد ياخد الصدر بتاعها او ياخد اللحمه، فص اللحمه اللي ما بين العظم وبعضه اهو، ده كان مناب زمان، فرخه تندبح ولا البطايه الحلوه، والجناح ده مناب والكبده مناب، احنا ما نسيناش الايام الحلوه دي كده اهو. ادي الجوانح بتاعتنا لطيفه وجميله، بتتباع في اي محل بتاع فراخ بالكيلو بالنص اهو، زي كبد الفراخ. تغسليها كويس يا ست الكل بماء من الحنفيه، ما تغسليهاش بميه سخنه، تغسليها بشويه ملح خشنين، معلقه دقيق، عصره ليمون غسلتيها بالشكل ده كده وبقت معانا بالطريقه دي، حلو قوي. هنتبلها مع بعض واحنا شغالين كده واقفين اهو. التوابل، بسم الله الرحمن الرحيم، شويه بابريكا، نعم، الكوسه في قلب النار اهو حبيبي. حاضر عيني، حاضر اهو. التوابل اهيت للبابريكا علشان جوانح الفراخ، هناخد الملح والفلفل بتاعنا، اللهم صل على النبي اهو، فلفل اسود، شويه الملح الحلوين بالشكل ده كده، ونمسك الفراخ دي يا عم الشيف فص توم محترم ونقلبها كويس واحده واحده كده مع زيت زيتون. الكوسه ما تقلقش عليها، ده زيت زيتون مع التوابل الحلوه اللطيفه زي الفل. نحط توم يا عم الشيف، اللهم صل على النبي، ونمسك الفراخ دي نقلبها. اخبار الكوسه عايز تبص عليها؟ لسه بدري. شفت ده يا باشا، احنا مش بنهزر، تحط الحاجه على النار عارف النسبه والتناسب اهو زي الفل، لسه بدري اهو اهو، لسه ما اتحمرتش، لان الزبده هنا مع الزيت بتساعد على تسويه الكوسه وتخليها نفس الوقت خضره وجميله. شايف الكوسه لطيفه ازاي؟ هنخليها زي ما هي كده. تعالوا نقلب جوانح الفراخ بالشكل ده كده اهو، توم، بهاراتك ملح وفلفل يا عم الشيف، بابريكا، شويه كركم، الكركم مفيد للجهاز الهضمي وخاصه للكبد. شفتوا الفراخ خدت لون لطيف وجميل ازاي اهو. هاخد جوانح الفراخ دي يا عم الشيف في صينيه دلوقتي، هطلعها من الفرن مع حضراتكم واحده واحده اهو زي الفل. تمام، اشيل دي من هنا كده واخلي دي هنا كده، عينيا، حاضر. هناخد الصينيه بتاعتنا زي الفل، نخليها هنا كده، اللهم صل على النبي، ونشوف الصينيه هنا اخبارها ايه. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف اهو، ادي الصينيه اللي هنحط فيها جوانح الفراخ بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي اهي. شفت يا الله عليك يا عم الشيف، الله عليك وعلى والديك. هندخلها الفرن. حطيت الصينيه في الفرن ليه يا عم الشيف؟ عشان ما تاخدش مني وقت، استغل كل دقيقه وكل ثانيه في البرنامج بتاعي اهو بالشكل ده كده زي ما هي كده. احمرها في الفرن في درجه حراره فرن عاليه جدا اهو، مع بعض خطوه خطوه. دخلها الفرن تاني عشان مطلوب مننا نطلع فاصل اللهم صل على النبي، زي ما هي كده بص عليها، بص عليها، بص على الحلاوه في قلب الفرن اللهم صل على النبي. هنقفل الفرن بتاعنا كده، احنا عملنا مع بعض جوانح الفراخ، شفناها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. الكوسه نهدى عليها شويه
عشان لازم تتحمر شوية وتاخد تحميرة حلوة. ما ننساش طبعا صوص طماطم متعتق، بصلة تومة، شوية زعتر حلوين عشان تتعرف على الكوسة. دي كوسة محشية بالطماطم والبرغل، عايزة تعمليها من غير طماطم مفيش مشكلة، تعمليها بدبس الرمان. تفاصيل كتيرة في موضوع المحشي، ولكن الكلام ده بنشوفه على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. لغايه دلوقتي ممكن تكون ست بيت شاطره قوي ويضربوا بيك المثل، حلو قوي يا شيف. ممكن تكون ست بيت بتعرفي تعملي كل حاجه حلوه، ولكن تيجي عند شويه رز مصري تعمليهم مع اكله سمك ما يظبطوش معاكي، وعامله طاجن سمك، طاجن سمك تعظيم سلام. ممكن تعملي مشويات حلوه قوي، تيجي تقلي بطاطس البطاطس ما تظبطش معاكي، تجيبي كيسين شيبس من اي سوبر ماركت وتفكيهم جنب المشويات، وده بيحصل، ده غلط. خليكي تعملي الشيبس في البيت وجودي زي الشيف المغازي كده، واعمليه بالجبنه، تعمليه باي فليفر انت حباه، تعمليه بالاعشاب زي ما انت حابه. ازاي نقطع البطاطس شيبس؟ والكلام ده للمبتدئين في المطبخ، وكل عروسه مبتدئه في المطبخ نفسها تعمل حاجه حلوه لحبيب قلبها. معانا البطاطس متقطعه مسبقا، حلوه قوي، ومعايا اتنين من البطاطس هناخدهم كده. قشرنا البطاطس يا عم الشيف، اول ما بتقشرها بتبقى معانا بالشكل ده كده، ونعمل لها ايه؟ قاعده حلوه. شفت دي اول حاجه، مخرجنا الجميل اساتذه المصورين حبايب. البطاطسيه قشرناها، بعد ما بنقشرها بتبقى معايا بالشكل ايه؟ الصوره الحلوه دي، تعظيم سلام بالصوره الحلوه على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، حلوه قوي. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنقطع البطاطس شيبس دلوقتي. السكينه بتاعتك لازم تكون حاميه، ما تجيبيش السكينه العريضه في تقطيع البطاطس، ما تجيبيش السكينه يعني بلاش السكينه دي. الحاجات اللي بقولها دي يا اخوانا مهمه جدا على فكره، اهم من الاكل. حاضر. لما اجي اقطع بطاطس ما اقطعش بسكينه عريضه، ولما اجي اقطع جبن اقطعها بسكينه عريضه العكس، عشان الجبن بتحتاج للسكينه العريضه عشان تطلع معاك سلايز من الجبنه او شريحه من الجبنه. اما عشان كده بتلاقوا عند الراجل بتاع قسم الجبن سكينه عريضه حلوه كده ولطيفه وزي الفل. اما تيجي تقطعي فراخ صدور او تقطعي بطاطس دلوقتي شيبس، لازم السكينه المستحد بتاعها او الحد بتاعها ده كده اللي هو السكينه تكون مش شكل ده كده، ما تكونش عريضه قوي. وعندنا البطاطسايه اتقشرت زي الفل وعملنا لها قاعده كده علشان ما ترقص تحت ايدك او اللي هي تتلوح وايدك تتعور، خلي بالك. وايدك تمسكها بالشكل كده وتكلمي المخرج على الشاشه وانت بتقطعي الشيبس. كلمني يا شفيق. كلمني يا شفيق، لغيني يا شفيق. باصص للكاميرا وانا بقطع الشيبس تحت ايدي. وهي قطعت، ما تخافش كله على الله. لاخر حته في البطاطسايه، كله بامر الله. ادي البطاطسايه بتاعتي شيبس. ادي البطاطس بالشكل ده كده، نيجي لتاني هنا. نثبتها كده. اهي بالشكل كده بقت البطاطسايه معايا زي الفل. تعالوا نقطع مع بعض الشيبس ونبص على الكوسه بتاعتنا اخبارها ايه. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ شوف الكوسه وهي بعد تحبيرها، بص على الكوسه، بص على الكوسه اهي، تنزل بصوص الطماطم عليها زي الفل. الكوسه اهي، بص على الحلاوه، بص على الحلاوه. هو ده. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، اللهم صل على النبي. محشي كوسه بالطماطم اهو زي الفل، هنغطيها. عينيا، حاضر. زي الفل، الكاونتر حاضر كده. ادي الكوسه بتاعتي جاهزه، في شويه تانيين بتحمروا، عايزه تعمليها بدبس الرمان اهلا وسهلا، عايزه تعمليها بالطماطم برضو اهلا وسهلا، بس خلونا نعملها بالطماطم النهارده. نبص على اللي هي بتتحمر دي كده. حاضر يا غالي، واضح انك انت عايز تتعلم تقطيع الشيبس، تخش تفاجئ المدام انك بتعمل شيبس حلو. تحمير الكوسه في زبده وزيت زيتون، بقى لونها لطيف ازاي واتلمعت معانا. الزبده بيساعد على تحمير الكوسه وتلمعها بالشكل ده كده. عندي كوسه عيني. شفت؟ التحميره دي هي الكوسه هنا نص سوا. وعندي الكوسه الثانيه في صوص الطماطم بتستوي اهي. اللي هيستوي هنحطه هنا مع حبايبهم دول. حلو الكلام؟ واحده واحده انا معاكم. اي نعم معانا التايم بتاعنا، ولكن احنا ملتزمين بكل التفاصيل وكل المعلومه. تاني بطاطسيه تانيه. والبطاطس لازم تتحط في ميه من غير ملح اذا تستخدمها مباشره، عشان البطاطس ما تسودش معاكي ولونها يتغير بالشكل ده كده. ونمسك السكينه بتاعتنا والسكينه تكون حاميه بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي. في بعض الحاجات موجوده في المحلات بتاعت الادوات المنزليه اللي هي المبشره،
بتبقى فيها ناحيه لتقطيع الشيبس، مفيش مشكله استخدميها عادي، بس خلي بالك ممكن تعوري ايدك. ونقلبها كده بالشكل ده كده. دي البطاطس تقطيعها شيبس. عندنا زيت شديد الحراره. هناخد البطاطس اللي قطعناها ده كده، وعندنا زيت هنا شديد الحراره. يا اخبارك زي الفل. هناخد شويه الخضره دي نحطهم في الميه دي كده، البوكيه جرنيه بتاعنا اللي بنعمله كل يوم مع بعض، ونشوف البطاطس اخبارها ايه زي ما هي كده. بنصفيها من الماء جيدا قبل وضعها في الزيت حتى لا يتناثر الزيت ويصيب ايه ايدينا. بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي. الشيبس بيتحمر على مرتين غير البطاطس. اللهم صل على النبي. زي الفل. عينيا. مقادير البطاطس الشيبسي بالجبنه على الشاشه. الاكلات الاولاد دي بيحبوها على فكره. مفيش حد ما اكلش البطاطس في السنين الاولى من عمره، اتفطمنا عليها كلنا. اذا كانت مهروسه، اذا كانت مع لبن، اذا كانت مع حليب، اذا كانت مع زبادي، وهكذا. حلو قوي. انا زودت الزيت شويه عشان اعمل ايه دول كلهم مع بعض. زي الفل. واسيب البطاطس في قلب الزيت يا عم الشيف، وان شاء الله باذن الله تعالى هتتحمر وتبقى زي الفل، ولكن النظافه مطلوبه اول باول. طيب اللهم صل على النبي. نكمل موضوع الكوسه، نحطها في قلب الطماطم اهو بالشكل ده كده. شفتوا ازاي الشيف رايق؟ زي الفل. معانا شويه تاني هنا ناخدهم عشان نحطهم في قلب الزيت. ده الطبيعي، بنحط البطاطس في ميه بعد تقشيرها وتقطعها، ما تحطهاش في ملح ارجوكي. الملح بيخليك تفقدي جزء كبير من النشويات بتاعه البطاطس، ونشويات البطاطس ربنا سبحانه وتعالى انعم على البشر. النشويات بتمتص كل السموم اللي موجوده في الجسم، فهي مفيده جدا وغنيه طبعا بالسكريات البطاطس، ومفيده جدا ومهمه جدا في المراحل الاولى من العمر، بتلعب دور كبير جدا في تكوين الجسماني للانسان. البطاطس الحلوه بتاعتنا خير ارضنا اهي، تعملها شيبسي اهلا وسهلا، بطعم الجبنه اهلا وسهلا. الجبنه الشيدر معانا ده موضوع سابق لاوان، هنعملها بعدين. نكمل الكوسه مع بعض زي الفل. ناخدها نحطها في صوص الطماطم. ايه الاخبار؟ النار. بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر يا غالي، عايز تشوف الجوانح. عينيا، مخرج شاطر انت، فكرتني بالجوانح، انا نسيها. ابن حلال ولا يا حاج؟ لا زي الفل ان شاء الله. انت تسمي بسم الله كله تمام. حلو، تعالوا شوفوا مع بعض اخبار الجوانح. المخرج عايز يبص عليها يشوف اخبارها ايه مع زيت انت ابن حلال والله، جيت في وقتك. جيت في وقتك يا حبيبي. بص عليها كده على بشوف موضوع الفرن ده قصته ايه. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده في الفرن، قول لي انا اهو. بس اهو البوتاجاز مش متبرمج على الجلافز. ولع على الفرن. ايه ده، سمي بسم الله كل حاجه تمشي زي الحلاوه. عندنا الكوسه على النار، هناخدها دلوقتي نحطها في رب الطماطم او رب الطماطم او الطماطم المعصوره، سموها زي ما تسموها. نقفل الفرن زي الفل تمام. هنجهز دلوقتي الصوص بتاعنا اللي هو العسل والليمون. نزود صوص طماطم هنا. الله. تاخد غلوه زي الفل. ناخد الكوسه اللي احمرت دي كده اهي. بص على الكوسه بعد احمرت اهي، ناخدها كده. البرغل هيطلع من الكوسيه، شفت اهو. يلا اهي، حاجه جديده، مش كل يوم كوسه محشيه لحمه ورز. مره بدل الرز برغل. وتسيبيها على النار تستوي كده زي الحلاوه، نار شديده اهي مع مخرجنا اهو. تاكل دي طريقه. الطريقه الثانيه ممكن ترصها في كسروله وتدخلها الفرن، تبقى صينيه الكوسه محشيه عادي برضه، صف صينيه كده بشياكه ودخلها في الفرن. بس انا طبعا شيف شاطر، انا بغليها في قلب الحله اهو، واحط شويه زبده من اللي انا حمرت فيهم. يا ويلي يا ويلي على الدلع، يا ويلي. شفت الشقاوه؟ بص عليها كده بالله عليك وسبي بسم الله. كوسه محشيه بالطماطم، وعملنا نوع محشي ولادك هيحبوه والاطفال هيحبوه، لان الكوسه بعد ما بتستوي بتبقى طريه لكبار السن وسريعه المضغ وسريعه الهضم، هي كده كده بتساعد على الهضم. الكوسه طبعا مفيده جدا، غنيه بالالياف. تعالوا مع بعض نعمل شوربة البروكلي بالكريمة أو بالجبنة اختياري. بروكلي بجبنة معروف، بروكلي بالكريمة اللباني اختياري، والشتاء بيحب أنواع كتيرة من الشرب.
بدايتنا النهارده مع شوربه البروكلي بالكريمه. بروكلي اخضر اللون، ايه الجمال والحلاوه دي؟ وهنزيد خضاره وحلاوه بتركايه حلوه. معانا كريمه لباني ومعانا زبده، معانا بصلايه ناعمه وفص توم، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل، وخلص الكلام والمقادير على الشاشه. تعالوا نشتغل فيها مع بعض. معلقه نشا ده اختياري او بطاطسايه مسلوقه حسب الرغبه. ادي الطاسه على النار، حلوه قوي. وتعالوا نعمل مع بعض شوربه البروكلي بالكريمه. كلنا بنسال يا شيف مغازي على السوشيال ميديا، احنا بنتابع حضراتكم طبعا، اي نعم في اجازه بس احنا مش في اجازه. ايه اللغز ده يا شيف؟ يعني بنتابع طلبات حضراتكم من خلال السوشيال ميديا، معانا فريق سوشيال ميديا بيشتغل 10 على 10 وبنشوف طلبات حضراتكم ايه، وفي حاجات كتيره احنا مسجلينها هنبدا نشتغل فيها اول باول. من ضمنهم طبعا كانت عمايل الشيبسي يا شيف مغازي، ولادنا والمدارس عايزين طريقه سريعه وسهله لعمل الشيبسي. خلينا نبص على الكوسه كده، عجبنا قوي الكوسه وهي بتتقلب في قلب الصوص الطماطم. ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه شفتوا؟ ايه الحلاوه دي يا عم؟ ايه الجمال ده؟ حاضر، يلا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع تاني ونشوف مع بعض شوربة البروكلي بالكريمة. معانا بطاطس شيبسي في قلب الزيت، هنحط عليها صوص جبنة لطيف وجميل، كوسة محشية باللحمة والطماطم أو بالبرغل والطماطم، ما تنسوش في جوانح فراخ بالعسل والليمون، ويجعل أيامنا كلها عسل إن شاء الله. أهو تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. نظافه مطبخك بتديك طاقه ايجابيه، بدل ما توقف في ساعه في المطبخ بتقف في ساعتين، بجد والله العظيم. انا مطبخي لو رايق داخل مثلا اعمل اكله، اعمل اكله واتنين وتلاته واخد جنب الاكل حاجه حلوه، مطبخ رايق وزي الفل. كوسه معانا زي الفل، خلاص استوت، بنشيلها كده من النار اهي عشان الطماطم تهدى كده، زي الفل. وتعالوا مع بعض نغرف جاهزه. شوف الانتاج بتاعنا ايه. ايه الطبق الحلو للكوسه؟ هو ده، اللهم صل على النبي، مجهزين للطبق مركب. حلو قوي. تعالوا نغرف الكوسه بتاعتنا اللطيفه الحلوه. استوت يا غالي، قطع لك واحده عينيا من الاثنين. معايا مخرج ناير ونقير، دي استوت لحت تستوي. انت واخد ان الكوسه تقعد على النار ساعتين؟ ما احنا حمرناها في الاول خالص يا غالي بزبده وزيت زيتون، فخدت مرحله التحمير. حبيت الكوسه هنا ولحم الكوسه استوى واتحمر اهو. جيب لي التفاصيل بتاع تحمير الكوسه. كأنك محمر كباب حلة، حلو الكلام. وبعدين حشينا البرغل واللحمة المفرومة. البرغل كده كده بياخدش وقت كتير في السوى، مش زي الرز احنا بناكله ني في قلب التبولة. حلو الكلام. المدرسة الطهوية المغازية. ادي الكوسة بتاعتي زي الفل اهي. الله، حلو قوي. ممكن على فكرة تبقى احسن مني، عندك حتة كده ريش حلوة، تلات اربع ريش حلوين، حتة سبوكو، حتة رقبة حلوة، ترصيها في قلب الحلة مع سلايز من الطماطم والبصل، وترص الكوسة دي كده، تبقى عملت محشي كوسة بالإيه؟ بالرقبة، محشي كوسة بالريش الضاني. كل دي تفاصيل لو أنت تعملي الحاجة وتخش المطبخ عايزة تعملي حاجة حلوة زي الفل. دي الكوسة المحشية، ما تحرمهاش من رشة كزبرة خضراء على الوش. مش بقدونس. يا ويلي يا ويلي يا ويلي على الدلع. على فين؟ مكانها هنا. تعالوا نعمل مع بعض شوربة البروكلي. البرغل بيتجاب من عند العطار، بيتجاب في كيس، شوفي تاريخ الصلاحية وتتأكدي إن الكيس لطيف وزي الفل. بتاخديه تغسليه بمية ساعة بره واتنين وتلاتة عشان نشيل المادة الحافظة منه، ولما تيجي تصفيه صفيه بمصفى ناعمة جدا زي دي كده يا ست الكل. معانا المصافي هنا زي الفل، دي واحدة ودي التانية. حلوة أوي، دي مهمة جدا على فكرة، السؤال اللي سألته ست الكل ده. دي مصافي اهي ناعمه نصفي فيها البرغل. بس التفاصيل دي مطلوبه. مصافي كتيره، ده مصفى ممكن نصفي فيها البرغل، ده ما ينزلش منه البرغل. عيني اهو، ده بيتباع عند محلات الادوات المنزليه بثلاثه تعريفه، ده لازم يكون موجود عندك. عايزه تصفي جمبري، تصفي برغل، تصفي شوربه حلوه زي ما انت عايزه، او المصفى الكبيره ديت حسب الرغبه. دي تصفيه البرغل، دي مهمه جدا على فكره. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل شوربه البروكلي بطريقه سهله وبسيطه. البروكلي مقاديره على الشاشة زي الفل، طاسة على النار اهي. حاضر، عينيا، جوانح اهي. ايه الحلاوة دي يا شيخ؟ ايه الجمال ده؟ ايه الدلع ده؟ ده انا هدلعك دلوقتي اهي. شفت اهي، طلعها حطها على النار. الله 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 الله. لا شوربة البروكلي مش هتاخد مني وقت خالص على فكرة.
ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اه دي جوانح الفراخ، بص عليها كده وملي عينك منها. اللهم صل على النبي. اهو هتعمل ايه يا عم الشيف؟ اول حاجه هننزل بيها بالعسل. اللهم صل على النبي. عسل يا شيف يجعل ايامك كلها عسل. اهو احنا في ايام الشتاء وده عسل ايه طبيعي. تعالوا ننزله كده بالراحه بمعلقه. اهو الله. اهو طبيعي العسل بيبقى في الشتاء عايز ايه؟ جوانح فراخ وعسل يا شيف، انت بوظت الميزانيه خالص. عندنا عسل زهره البرسيم، انا ما بقولكيش هاتي عسل الكيلو ب 1000 جنيه وب 3000 وحاجه اللي تخض دي. اه عسل زهره البرسيم وده موجود في الريف المصري والصعيد المصري عشان نتكلم الصراحه، وانا عاشق له. زهره البرسيم بتاع خير ارضنا. او الليمون الحمضيات يعني، والحمضيات بيستخدم اكتر في الاكل. هننزل بيه كده. ده العسل زي الفل يا عم الشيف، ونحط المعلقه كده عشان العسل ينزل منها. ننزل بعصير الليمون. شفت الطعم ده والتست ده؟ طبعا الجوانح متبله. الجوانح متبله، حطينا الملح والتوابل زي الفل. ونمسك كده الجوانح دي نقلبها. البطاطس في قلب الزيت ما تقلقيش. تتحمر وجاهزه. شفتي خلاص مفيش عسل يعني. هنا جوانح الفراخ طالعه من الفرن عطشانه، بتقول عطشان يا سبراني اسقيني عسل اسقيني محبه. اهو شفت الجوانح لون برونز لطيف وجميل، حاجه جديده ممكن تتعمل مع الباربيكيو صوص. الاجانب يحبوها مع الباربيكيو صوص، بتتعمل من السكر البني والفليفله الحلوه وعصير الليمون والجنزبيل. والكاتشب. دي الجوانح جاهزه نغرفها مع بعض. زي الفل، ممكن نسيبها على النار تاخد غلوه، ما نقلقش عليها على ما نحط البروكلي بتاعنا على النار. مقادير شوربه البروكلي، طاس على النار شديده الحراره. اخبار النار ايه؟ ونحط شويه زيت زيتون ومعلقه زبده. عينيا. حاضر عينيا. وادي البروكلي على الشاشه. عسيب البروكلي خالص. حاضر. حلو قوي. ناخد بصلايه ناعمه للبروكلي ده كده. اخبار الشيبسي، اخبار الشيبسي الحلو ده، اخبار الشيبسي ده، عايزين نتفرج على الشيبسي ده يا شيف. صدعت راسنا عليه. بص شوف الشيبسي اهو، ايه الحلاوه دي يا شيف؟ سامعين الصوت ده وصوت القرمشه في قلب الزيت؟ خلص الكلام. صفيه من الزيت كويس قوي 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 قبل ما اعمل صوص الجبنه بتاعه. يلا نشتغل في البروكلي. طاسة جديدة على الحراره. حمر كده زي الفل. فص توب محترم. اللهم صل على النبي. حلو. كل ده على ايه؟ التحميره. وناخد البروكلي بتاعنا. دي طريقه جديده لشوربه البروكلي، مش لازم تضربها في الكبه او تضربها في الخلاط، بقت زيها زي الايه؟ زي شوربه البسله او البازلاء. انا حطيتها كده المره دي عملتها زهره. اخواننا في الشام يسموا الارنبيط زهره، والبروكلي بقى شبه الزهره. شايف اللون الحلو ده؟ دي شوربه البروكلي اهي. زي الفل يا عم الشيف. نكمل الحدوته بتاعتنا بالمصفاه بتاعتنا اللي كانت معانا من ايدينا من شويه اهي. دي خليها دايما عندك، ومعانا بوكيه جرنيه على النار اهو. يلا مخرجنا الجميل اساتذه المصورين حبايبي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ خلصت الشوربه. عينيا. شويه الكريمه اللباني بعد انتهاء غليان الشوربه. زي الفل يا عم الشيف. بص على الشوربه، بص على الحلاوه، بص التفاصيل اهي. ايه الخضار ده؟ ايه الجمال ده؟ ده البروك. استوت الشوربه بجد والله، دي عايزه دقيقتين على الدار. كام دقيقه يا استاذ؟ انا حابه تقولي لي على الانتهاء. 6 دقايق انا خلصت. زي الفل. شفت البروكلي؟ بس تاخد غلوه ننزل بالكريمه اللباني. تعالوا نعمل مع بعض صوص الجبنه بتاعنا اللطيف الحلو. طاسه على النار. خلي دي هنا كده. يلا على النار دي. زي الفل. صوص الجبنه بيتعمل ازاي يا مغازي؟ سواء جبنه شيدر بيضه او جبنه شيدر اللون الاصفر الحلو ده كده، حليب زبده جبنه وقليل من النشا في حاله ان احنا عايزين نكثف الصوص. حلو الكلام؟ حلو الكلام. ادي الجبنه وادي الحليب بتاعنا. اللهم صل على نطفي الزيت. حاضر يا فندم. عشان الاستاذ ايهاب ما يزعلش مني الباشمهندس. نحط الزبده. ايه الحلاوه دي؟ حلو قوي. زي الفل. وكعبين من الزبده. اللهم صل على النبي. بعمل صوص الجبنه الشيدر زبده. واسيب الزبده تسيح. وانزل بالجبنه على الزبده. دي جبنه شرايح اهي، لقيتها في سكتي. عايزه تجيبي جبنه مبشوره شيدر مفيش مشكله. وسيبها تسيح كده شويه. من وقت للتاني بتضربها بالمضرب.
اخواننا اللي بيحبوا صوص الجبنه على البطاطس في بعض المحلات اللي بتبيعها، لما تعملها في البيت تضمنت الجوده وضمنت المصدر وضمنت الحاجه بتاعتك اللي معموله زي الفل. نغرف جوانح الدجاج مع بعض. يلا سريعا، بسم الله الرحمن الرحيم. شفت بقى الشيف لما بيجود؟ بص بص على الحلاوه يا شفيته، بتحب الحاجات دي على فكره، سايبها لك مفاجاه. دي جوانح الفراخ بالعسل والليمون، سويت اند صور. يا ويلي، تعالوا نغرفها مع بعض. اللهم صل على النبي. عايزه طبق حلو، دي تجيب لها طبق منين؟ طبق منين؟ هو ده، نحط الطبق ده هنا. الله، جوانح الفراخ بالعسل والليمون. نعم. سؤال حلو يا استاذ رحاب، بالكنترول. قال لك ينفع نعمل دبابيس الفراخ بنفس الطريقه؟ ينفع. ما ينفعش ليه ست الكل؟ الله، انا عايز اشوط الصوص دول فوق مع عسل، حطهم زي ما هم كده. اللهم صل على النبي. يلا يلا، الصوره الحلوه اهو، جوانح الفراخ بالعسل والليمون. فين العسل؟ في قلب الصوص الحلو ده كده. فين الليمون؟ في قلب الصوص. هتقولي الحمار ده جه منين؟ جه من البابريكا اللي انا حاططها. وجودته وحطيت فلفله حلوه، الفلفله دي على فكره مش حاميه قوي، هاديه. طبق حلو ده، عايز شويه رز بالشعريه، عايز شويه مكرونه سباكيتي كده مع الزبده، لطاف وحلوين. ودي غدا، مش لازم تعملوا السفره اللي انا عاملها دي كلها النهارده، انا بدي افكار وانت طبعا الكنترول، وانت عارفه كل حاجه، عارفه اولادك بيحبوا ايه. زي الفل. دي جوانح الفراخ، نروق الدنيا. حاضر يا فندم. اللهم صل على النبي. دي جوانح الفراخ بطريقه جديده، بسم الله الرحمن الرحيم. رشه خضره كده حلوه. ايه الدمال؟ ايه الدلع ده؟ ايه الجمال ده؟ دلعني. شوربه البروكلي اخبارها ايه؟ جاهزه، نحط عليها الكريمه اللباني، خلصت. بص على البروكلي كده قبل ما احط الكريمه اللباني، قبل وبعد. صلى على الحبيب قلبك يطيب. شفت الحلاوه؟ البروكلي استوى. ده الكريمه اللباني. اللهم صل على النبي. هو ده، وقلبها. كريمه اللباني تضاف للصوصات البيضة والوايت صوص قبل التقديم مباشره، ويفضل عدم غليها على النار. ويفضل رج العلبه قبل وضعها في الشوربه او في البقدونس او في الاكله اللي بتعمليها. جيبي علبه كريمه لباني رجيها الاول قبل ما تحطيها. نغرف الشوربه مع بعض. اللهم صل على النبي. السفره بتاعتنا النهارده كتير قوي. راجعين من اجازه بقى. اهم حاجه روضة حضراتكم. الشوربه نغرفها ازاي يا عم الشيف؟ جاهزه. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صبابين الشوربه زيدوا حالتها. عينيا. حاضر حاضر يا غالي. شايف البروكلي نازل يضحك ازاي في قلب الطبق مخضر وازاي والحلاوه؟ لان الميه لازم يكون فيها قليل من الملح للحفاظ على لون الخضار، او للحفاظ على خضار الفاصوليا الخضراء والبروكلي. والسبانخ يفضل وضع قليل من الملح في حاله اضافه الماء لهما. عينيا، صب حبه حبه. واديني شويه محبه. حاضر. اي خدمه، حلو قوي. طيب تعالوا مع بعض نشوف صوص الجبنه اخباره ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه على نار شديده؟ اللهم صل على النبي. جبنه تسيح معانا، جبنه وصوص جبنه. اللهم صل. ده هنحطه على البطاطس الشيبسي. عينيا. وخلصنا كده وهنجري. شفت الجوده كده؟ كل ما الحليب يغلي كل ما الجبنه تسيح. كل ما يتعرض للغليان كل ما الجبنه تسيح، ده الطبيعي. جبنه موزاريلا، جبنه شيدر، حسب الرغبه. عايز تجوده حط شويه بابريكا حلوين كده على صوص الجبنه، تدي شويه سبايسي. الاولاد يحبوا الحاجات دي على فكره. زي الفل بقى، لونها باللون ده كده. حاجات كده، تفاصيل صغيره. نجيب طبق لتقديم الشيبسي. اللهم صل على النبي. الطبق ده حلو قوي. يا مسهل الحال يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الشيبس بتاعنا. جيب التفاصيل بتاعته. شفت الشيبس ازاي؟ الحلاوه. ما تكسرش؟ لا. عينيا اهو يا فندم. حاضر. واشيل كل ده من هنا. حاضر. عينيا. اجري. حبيبي. الله وحشنا يا شفيق.
كل فريق العمل وحشني للامانه. سلم مزبيرو وحشني. بوابه مزبيرو وحشتني. شايفين البطاطس الحلوه جميله الحلوه؟ صوص الجبنه اخباره ايه؟ عايزين ندي قوام زياده شويه. عينيا حاضر يا فندم. كل التفاصيل دي معانا. شويه نشا وشويه حليب عشان تعملي لي ولادك النهارده. ادي معلقتين من النشا، شويه حليب عليهم، ده الطبيعي، ومضرب صغير. لا يا غالي مش بالدقيق، الدقيق هتلكمك. ما ينفعش اربط صوص الجبنه بالدقيق، يتربط بحليب ونشا. نقلب كده. بص على القوام بقى دلوقتي هيعجبك قوي. يلا يلا ننزل هنا. يلا يلا هو ده. العب. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي يا شيف؟ هو ده كده بقى بتضحك علينا كده؟ صوص جبنه حقيقي وحقيقي. يلا العب. يلا على البطاطس. يلا على البطاطس. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. يا ويلي الاكله دي بناكلها في بعض المطاعم، بندفع فيها مبلغ وقدره، بيبقى عليها فلفل هلبين وكده. مش لازم. الف انا وشيف. ناخد الطبق الحلو ده كده، اللهم صل على النبي، بنحطه هنا. الف انا، ونزينه كده بسلايز من الليمون، مش هيقول لا. الفلفل الحلو ده كده لهاليبه اللي عايز ياكل. السفره بتاعت النهارده فيها تفاصيل، فيها خبره طويه. نعم. فيها بساطه وسهوله ومرونه. نعم. فيها تكلفه قليله. نعم. شويه جوانح فراخ، ما جبناش فرخه ولا حاجه. عملنا ايه يا عم الشيف؟ عملنا شوربه البروكلي عشان الشتاء بيحب الشرب، وبدانا بشوربه البروكلي. شوربه البروكلي حلوه وزي الفل ولطيفه وبسيطه وخفيفه على المعده. عملنا كوسه محشيه النهارده عشان اللي بيحب المحشي في ايام الشتاء كمان من الاكلات الشتويه. وعملنا جوانح فراخ لطيفه وجميله بالعسل والليمون، والتركايه في الاخر حطينا فلفل هالبينو كده على الوش، والشيبس طبعا اللطيف الحلو بتاع اولادنا اللي بيحبوه، ونزينه كده بشويه بقدونس حلوين كده عشان الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. قولوا معايا بصوت عالي، تحرمنا من السلوجان ده كده. رؤيه، فن، ابداع، بساطه، سهوله، مرونه. كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من مسبيرو.